بحضور جماهيري كبير خاض نجوم الكرة العراقية سابقون ولاعبون من إقليم كردستان لقاء وديا في ملعب فرانسو حريري احتفالا بيوم الرياضة في الإقليم. اللقاء انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وشهدت الاحتفالية أيضا إقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة. مباراة كروية تاريخية جمعت نجوم المنتخب الوطني العراقي السابقين من الذين مثلوه في المحافل الدولية، وكانت لهم صولات وجولات في مناسبات سابقة في العقدين الماضيين. ومنتخب جماع لاعبي نجوم أندية إقليم كردستان من أولئك الذين لعبوا في فترات سابقة جرت في ملعب فرانسو حريري لمناسبة يوم الرياضة. المباراة اعتبرت بمثابة الرسالة الحقيقية إلى الجميع على إن العراق عراق واحد. هذا اليوم عرس كروي أو رياضي، نقول مو كروي. أتمنى من كل قلبي سنة جاية يكون هذا العرس أسبوع عراقي الرياضي، يوم الرياضة بكل العراق. فديوم حقيقة نحث به كل الناس على ممارسة الرياضة، فهو عامل تشجيعي لكل أفراد شعبنا. جليل زيدان وعلي وهيب وعباس عبيد وصادق سعدون ولؤي صلاح وأحمد كاظم وأحمد مناجد ومهدي كريم وأحمد صلاح وغيرهم من لاعبين دوليين قادهم المدرب حيدر محمود أمام عناصر لعبت من أجل المتعة وإدخال الفرحة لمشجعين جاءوا لمشاهدة نجوم تألقت في سماء البطولات وحققت مع الكرة العراقية الإنجازات العديدة. منتخب إقليم كردستان الذي قاده النجم السابق طارق عبد الرحمن ومثله أكثر من لاعب كانت لهم بصمة الحضور كرافد بدر الدين وجاسم حاجي وخالد مشير وسمير بابو ومحمد خوشناو وغيرهم قدموا لمحات جميلة أعادت إلى الأذهان صورة الأمس الجميل. تدري هيك لعبات يقربنا بعد، نشوف بعض صراحة فرحانين والجمهور كلهم فرحانين، وإن شاء الله ماكو فرق بيناتنا. إحنا سعداء جدا بهذا التواصل، أتمنى من الجهات المسؤولة والرسمية أن تقيم هكذا مناسبات كرنفالات بالصفة رسمية. أغلبيتهم اللي صار له 15 سنة واللي صار له 13 سنة مو مشاوفين فرصة جمعنا كنا في هذا المحفل. المواجهة انتهت بالتعادل بهدفين، لكن الرسالة الحقيقية في أرض الميدان كانت أبلغ من أي شيء آخر بعد أن تفوق الجميع بعيداً عن لغة الفوز أو الخسارة. مباراة للتاريخ جمعت نجوم كرة القدم العراقية السابقين مع جماع لاعبي أندية إقليم كردستان. النتيجة لم تكن مهمة بقدر حالة الألفة والمحبة بين لاعبي الفريقين. عمار ساطع، الحرة، أربيل.